عزيزتي المشاهدة، عزيزي المشاهد، مساء الخير. نرحب بك بحلقة جديدة من برنامجنا لآل من الخليج. ولؤلؤتنا في هذه الحلقة هي الشيخة أمل صباح السالم الصباح، مؤسسة بيت لوذان بالكويت. يا هلا ومرحبا فيك شيخة أمل. يمكن أول سؤال بسألك إياه هو شنو معنات كلمة لوذان؟ لوذان هي اسم المنطقة اللي الحين موجودة فيها بيت لوذان. هو كان في زمان لما يروحون البحر برجوعهم للكويت، مدينة الكويت، في كان هذه المنطقة فيها خور، فلما يصير الموي كانوا يلوذون في هالمنطقة، فمن هذا هي تسمية لوذان. لأن الاسم غريب، حتى كان في ناس يمكن تسألون حتى بالكويت أنه يمكن يكون اسم أجنبي. لا، هو مو اسم أجنبي. إذا في حتى الشاعر محمد الفري اللي هو قديم كان في بيت شعر مكتوب، وفي ذاكر حتى الشملان، سيف الشملان، في كتابه هم كاتب بيت شعر عن لوذان، عن المنطقة هذه. فيعني هو اسم قديم جدا، ولوذان أكثر ناس يعرفونه طبعا الشياب الكبار بالسن، يعني هم يعرفونه، بس موجود اسم لوذان في سيف الشملان ذاكرة، وفي محمد الفري كان كاتب فيه شعر. جميل. كان ودي أسألك عن شلون، يعني كيف جاءت لك فكرة إنشاء هذا المكان؟ الفكرة جاءت قبل الاحتلال. أنا كنت في دار الأثار الإسلامية، كان في عندهم محترف للفنون والحرف، كان هذا موقعه في بيت البدر، فأنا كنت أروح هناك دائما وأخذ الكورسات مع مدرسين كانوا هم كويتيين، فكنت أروح هناك وأتعلم. تعلمت مثلا الحلي، تعلمت النحت، الخزف، كل هالحرف هذه. فبعد الاحتلال صار التحرير، وحاولت بقيت أني أرجع مرة ثانية، بس للأسف كان بيت البدر في هدم وخراب. وبعدين سألت دار الأثار الإسلامية إذا راح يسوون مرة ثانية، فقالوا لي ما راح يسوون. هنيت الفكرة أني بديت أفكر أني أسوي أنا نفس المحترف هذا، والمدرسين أصلا موجودين أعرفهم يعني. ففكرت في أني أسوي، وفي كان هذا البيت موجود، أحد بيوتنا القديمة، ففكرت أن هذا راح يكون أحسن مكان للفنون والحرف، لأن أول شيء بيت عربي، ثاني شيء أني أحافظ كمعماري، محافظة معمارية على البيت الكويتي، لأن الحين ما عدنا نشوف بيوت كويتية الحوشة وهذا كله، لأن مع التقدم بدل ينهد وينبنى بدالها عمارات وأفيد بين وبينش، يعني بالنسبة للتفكير هذا أفيد أن ينبني عمارة. لكن أنا قررت أني أخذ البيت وأصلحه وأرجع مثل ما كان، وانطلق محترف بيت لوذان، وتسميته جت مضبوطة لأنه هو يلوذ في كل فنان، وكل واحد يحب يقضي وقت فراغه في أشياء مفيدة. وأنت صاحبة التسمية؟ لا 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 لا, لا هو لا، هذه قصة. كان عندنا بيتين في السامية إحنا، هذا البيت وفي بيت يم مستوصف السامية. هذا بيت سكن فيه أبوي لفترة معينة، ثم انتقل إلى بيت اللي السامية اللي يم المستوصف، فيت هني سكنت يدتي وأمتي. فكنا شو نسوي؟ نقول بيت شرق اللي هو يم المستوصف، وبيت جبلة اللي هو هذا البيت، مو شرق وجبلة على المناطق القديمة. هم اثنيناتهم بالسالمية نفس المنطقة، هذا وضع لهذا إن هذا شرق هذا وهذا جبلة هذا. فاحنا نسميه اصلا كنا بيت جبله.
وأمتي ويدتي يسمون بيتنا بيت شرق. فهمت شلون؟ فمو اسمه كذي كان هذا المسمى. وبعدين كنت لما ابتديت أسوي كنا قاعدين جلسة عائلية عند الوالدة وأخواني كلهم وخواتي، فقعد أفكر أقول يعني شنو ممكن نسمي هالبيت؟ اللي طلع في الاسم الصراحة الشيخ علي أخوي علي، هو اللي قال لي سميه لوذان لأن المنطقة هذه اسمها كانت لوذان. طبعا ما كان أحد عارف في هالاسم من المجموعة اللي كانوا قاعدين إلا أمي وأخوي سالم الكبار الكبار فقط، فيت هالتسمية. أنا كان ودي بعد أسألك على أنت يعني اخترتي الحرف الفنون والحرف، هذا يمت بصلة لدراستك أو تخصصك؟ لا والله أبدا ما في صلة أبدا، لأن أنا ما أنا درست لغات فبس الحرف أنا طول عمري كنت أحب أشتغل في إيدي، طول عمري كنت أحب خاصة هندسة معمارية، يعني أنا كنت أتمنى أطلع مهندسة معمارية. كنت دائما أخطط وأسوي مكات من وأنا كنت صغيرة، أسوي مكتات فأحب أشتغل في إيدي، أسوي مثل من الطين البارد أسوي تماثيل وكذي، فهذا النوع داخلي كان طول الوقت، يعني طول ما أنا صغيرة ولما كبرت وأنا أحب أشتغل في إيدي. فلما توجهين الإنسان على الطريق الصح يعني ينمي، عرفتي؟ فأنا لما اتجهت إلى دار الأثار هو المحترف مالها اللي هو بيت البدر، هني لقيت نفسي، يعني هني نسيت كل اللي حوالي وابتديت من هني أنمي الموهبة اللي أنا ما كنت عارفة أنها موهبة فيني فقط لا غير. بداية إنشائك لهالبيت شنو الصعوبات اللي واجهتك؟ البيت هذا قبل الاحتلال كان مدرسة مؤجرة كانت إدارتها فلسطينية، فبعد التحرير دخلتها للأسف، كانت في حالة يرثى لها، وإذا تسمحوا لي أقول كانت كلمات مكتوبة على الجدار، كلمات ما أقدر أرددها. فكنت أبي أبتدي أشتغل فيه يعني وأرتبه وأنظفه، وبعدين كان جزء منه محروق في جزء جدا جدا محروق منتهي، وبعدين كانت الأحواش اللي الحين تشوفينها هذه كانت مسوينها مدرسة فصول أقصد، ولا فيها درايش ولا فيها يعني حتى صحيا ما كانت بالمستوى المطلوب، فكانت مسدودة الأحواش. ففي كان قانون في الكويت إن العين المؤجرة ما يقدر يدخلها صاحبها إلا إذا أصحاب المؤجرين إنه يطوف سنة وبعدين يقدر صاحب، عشان ما في محاكم وقضايا. المهم انتظرت سنة كاملة فبعدين ابتديت عاد الشغل، شلنا رجعنا اللحوشة مثل ما كانت والبيبان، وساعدني خليفة الراشد في هالموضوع، فرجعنا البيت مثل ما أنت الحين تشوفينه. أنت فترة طفولتك عشتي فترة بهالبيت؟ إيه نعم. أنا ما حضرت وقت لما كان أبوي ساكن فيه، بس لما يدتي أخذتني يدتي لمدة كم سنة فأعرف هالبيت عدل، يعني يمكن هذا صار حبك له. إيه نعم صح. نتكلم عن أهداف إنشاء هذا المحترف، شنو الأهداف؟ الأهداف هو كبيت أول المحافظة على المعمار الكويتي، ثانيا المحترف هو لإنماء وتعليم الحرف اليدوية إن كانت كويتية أو غير كويتية. ثانيا في عندنا هني البيت عندنا توعية وخدمة عامة
نسوي وايد أشياء خدمة عامة وتوعية للمجتمع. وهو أحسن مكان تروالي، يمكن مو بس مكاننا، أماكن ثانية فيها نفس الأشياء اللي إحنا نسويها، أحسن أماكن الواحد يقضي وقته فيه في شيء مفيد للشباب، للشابات، للأطفال، للكبار، لأن إحنا ما عندنا سن معين، من سن 4 سنين وأنت رايحة. جميل. شنو نوع التوعية اللي تكلمتي عنها؟ قلتي إن في توعية. إيه نعم، في كان مثلا سوينا يوم مع الأمان، وهذا كان بعد التحرير، فكان تعرفين وايد ألغام كانت في البر، وبعدين هو سوينا قبل عطلة 15 اللي هي العطلة عطلة الربيع. فتعاونوا معنا الجيش والشرطة، فكان هنا عندنا كل الآليات تقريبا، وهو بعد نوع من شكر وتقدير لجنودنا. يعني هي اثنين يعني هدفين مع بعض، هو التوعية وشكر، وإن نعلم الناس يعني إن هذول الجنود هم اللي حرروا بعد الله طبعا وبعد مساعدة الآخرين إن حرروا بلدهم. هذا نوع من شكر وتقدير لهم. فكانوا موجودين هنا وكانوا عارضين كل أنواع الألغام الموجودة في البلد، شيء مهول يعني. كان بالفعل حتى أنا استفدت منه، يعني شفت أشياء غريبة وعجيبة، شلون الواحد يتفنن بالشر وليس بالخير. فهذا من الأشياء. بعدين في كان لما صار الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، فيعني احنا جزء من هالمجتمع، واحنا ما ننسى لبنان كموقفها، فتعاوننا معاهم وحسينا فيهم، واحنا اصلا كنا مشينا في هالطريق يعني في الاحتلال. فتحسين ان انت لازم نتعاطف معهم، تتعاطفين معاهم. فسوينا أقمنا مع السفارة اللبنانية طبق الخير اللبناني، فكان كل ريعة للبنان، للصمود اللبناني. وفي عندنا الفنان الرسام اللي هو إبراهيم حبيب، اللي هو مدرس في المحترف، كان هو لأول معرض شخصي له في بيت لوذان، فما قصر يعني. حتى هو قال نصري على المعرض للصمود اللبناني، وكان تحت رعاية الشيخ ناصر المحمد وزير شؤون الديوان الأميري. عن الأنشطة والدورات اللي تقام في هذا المحترف، في أنشطة ثابتة وفي أنشطة تي وقت، يعني في مجموعة من مثلا الناس يجون يقولون نحب ناخذ كذا مثلا، اللي احنا ما نكون عندنا مثلا طبخ، نفتح دوره لهم للطبخ. في بس الاساسيه اللي هي الخزف، الموسيقى، الحلي، تشكيل الخامات، خط وزخرفه، التصوير الفوتوغرافي والتمثيل، هذول الاساسيات. شنو أكثر الدورات اللي تلاقي إقبال من الناس؟ الموسيقى. الموسيقى أول شيء، إلى درجة أن عندنا 3 صفوف موسيقى. ثانيا الخزف، وبعدين الحلي والتصوير الفوتوغرافي وشنو الأعمار اللي تقولونها في الدورات؟ هل عندكم صفوف من فصل الأطفال؟ أي نعم، الصفوف في للأطفال وفي صفوف للكبار طبعا، وفي عندنا مخيم صيفي دائما نسويه احنا في الصيف، وفي دروس الاطفال مع الامهات يصير. فعندنا كل الاعمار وكلها. وماذا عن رسوم هذه الدورات؟ الرسوم الرسوم هي تقريبا رمزيه،
يعني خلينا نقول لك احنا نعطي نوفر كل شيء المواد كلها ان كان فضه ان كان الا طبعا الادوات اللي هي الموسيقيه غير البيانو الناس الثانيين يبون مثلا كمان والعود هم يبون عوادتهم وأماناتهم نوفر والتصوير الفوتوغرافي طبعا كل واحد يجيب كاميرته ولا عدا عن ذلك احنا نوفر كل شيء حتى لو اللي تسوينا لك يعني لما تسوي مثلا خاتم او ترشيه او تاخذينها معك وبادواتكم يكون بادواتنا بالضبط وحتى اذا رسمتي لك كل شيء تسوينه لك الا اذا انت تحبين اذا احنا نشوف ان في نوع من ال يعني انت متميزه انك فنانه بما معناه ديك ساعه نسالك اذا تحبين نعرض لك الاشياء ونبيعها لك نسوقها احنا او نسوي لك معرض احنا نسوي على حساب المحترف على حساب المحترف والله جميل اي نعم ممكن تحدثين عن باقي الاقسام الموجوده في بيت لوذان غير الدورات اي نعم في عندنا احنا نسوينا كذا معرض نجيب من الخارج من الدول الحرف مالتهم بهذا الشيء احنا نساعد الدول هذه احنا لان نختار الحرفيين من الدول فنساعد هالحرفيين بانهم يكملون مسيرتهم مساعدة يعني بنفس الوقت احنا نستفيد وعندنا هذا الدكان اللي احنا نسميه الدكان مثلا يبنى من اندونيسيا من بنغلاديش من المغرب من تايلاند من الهند كل الحرف ملوتهم يبناهم نعرف الناس اللي هني في الحرف الموجودة هناك وفي عندنا قهوة بعدنان هذه القهوة يعني الشعبية هي على النمط الشعبي وفي عندنا قهوة البيت المحترف اللي هي مطعم وقهوة اللي هي خليناها تعطي الروح المحترف يعني ما فصلناها عن البيت لأنه يظل الروح نفسه يعني مثلا طاولاتنا كل شيء تشوفينه في هالبيت تصميمنا وإحنا اللي مسوينه يعني من من الفنانين اللي عندنا من الحرفيين اللي عندنا فتلاقين الطاولات مثلا صناديق من الحبال على فكرة بالصناديق مالت الحبال ما راح تلاقينها في الخليج إلا في الكويت هي مخصوصة للكويت يعني إيه هذه المعلومة جديدة هي أنا أول مرة أسمع فإيه خصيصا للكويت وهذولا كانوا يأخذونهم البحارة عشان تعرفين الضربة الموية لما ما يضربون مع بعض ويحكون الصناديق مع بعض فكان المشربك هذا اللي هو من الحبال عشان يحميهم ويحمي الصندوق الخشب من الرذاذ الماء مثلا المنيو مالنا لو تشوفينا يبتدي لأن احنا الفنون والحرف بنبتدي في شعر ونبتدي الأكلات ملوتنا مسمينهم تسمية على المحترف يعني وجبة الصايغ وجبة الخزاف وجبة الرسام التصوير حتى تعريفي هو لأن بنفس الوقت في أشعار كثيرة وفي طرافات كثيرة في العصور القديمة عن الأكل فإحنا مدخلينها في المنيو وفي بعد حتى عن الموسيقى يعطيك المقامات يعني هذا نوع من معرفة يعني فيها نوع من التثقيف صح نفس الوقت ودي تكلمينا عن الناس اللي كانوا معاك في التأسيس بداية التأسيس يعني ما أعتقد أن هالعمل كله فردي وعن الموظفين اللي موجودين عندك في بيت لوذان اللي
اللي كانوا معاي في من أول شيء هو كانت على الدفعات يعني. أول شيء ابتدى معاي علي بن صالح بشر الرومي، خليفة الراشد، طارق رياب، وعبد الكريم القضبان. هذول اللي ابتدوا معاي في من أول ما دخلنا البيت لما الحين. مع الوقت الأولاني بدأت في الشيخ سماح سالم الصباح والشيخ مكارم مشعل أحمد الصباح وإبراهيم حبيب. هذولا يوم معانا بعد فترة قصيرة جدا يعني، بعد 3 أشهر 4 أشهر من بدايتنا دخلوا معانا في الموضوع. فهذول المؤسسين، وفي عندنا المدرسين الدائمين اللي عندنا اللي هم وهم على فكرة كلهم كويتيين يعني. سليمان محمد علي هو أستاذ الحلي وهو أكبرهم سنا. عبد الكريم القضبان اللي هو أستاذ الخزف وتشكيل المواد الخامات. أستاذ إبراهيم حبيب اللي هو الرسم وهم تشكيل الخامات. أستاذ أحلام الشيخ هي الموسيقى بيانو وقانون تعطي. سليمان الديقان وهو فلوت وبيانو موسيقى. وأستاذ عادل الدوسري عود وكمان. وأستاذ محمد علي تصوير الفوتوغرافي. والتمثيل كانت عندنا مرسى سفير الكندي، بس الحين في واحد جديد إن شاء الله راح يصير موجود، نسيت اسمه الصراحة. هم كويتي؟ إيه نعم كويتي. شنو سبب أن كل موظفينكم كويتيين؟ يعني هل التوظيف مقتصر على الكويتيين؟ هو مو مقتصر على الكويتيين، بس البداية كانت فكرة أنه يكونون كويتيين. أول شيء لأن هذا نعرف الناس والعالم الخارجي إن الكويتيين يعني لا ما هم أقل من الناس الثانيين، ممكن يسوون أي شيء، وثبتوها خلال الاحتلال عرفتي. ففي كلام بعد التحرير إن الكويتي ما راح ينجح بمجهود الخاص ويعني هذا، لا الكويتي نجح وقادر يعيش، وهذا نوع من يعني تحدي للكلام اللي كان ينقال في ذاك الوقت إنه لا الكويتيين ما يقدرون مثلا، أو تشكيك في قدرة الكويتيين. لا لما ينعطون الفرصة الكويتيين يقدرون يسوون كل شيء. احنا عرفنا إن بيت لوذان عمل أكثر من معرض، معرض سعودي. في احنا نقيم معارض داخلية اللي هي من فنانين كويتيين موجودين في الكويت، احنا نسوي لهم معارض. سوينا مثلا حق ابراهيم حبيب اول كويتي احنا سوينا له معرض هني، بس كنا مسوين مثلا الدكتور سامي مكارم هو استاذ الدراسات العربية الإسلامية في الأمريكية في الجامعة الأمريكية في بيروت، هو خطاط وابن خطاط يعني، سوينا له معرض هني. سوينا حق نعمان الذاكري الأسامي النسائية، هو مهندس معماري بس هم خطاط يحب الخط. وسوينا مثلا السفارة الأرجنتينية سوت معرض عندنا، السفارة الأمريكية سوت معرض عندنا لفنانين من الأرجنتين ومن من أمريكا. وإحنا طبعا دائما نسوي معرض سنوي يكون هو يعني معرض الرئيسي لبيت لوذان. مثلا في سنة 94 سوينا مع أيام الحرف السعودية في الكويت، 10 أيام كانت. فهذا يعني طلبنا من السعودية من الأمير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد إن الحرف السعودية تكون موجودة عندنا. ف
فما قصر، أرسل لنا يعني كل طلباتنا اللي طلبناها كانت تقريبا موجودة، وساعدنا كثير في كل شيء. يعني حتى هو أرسل لنا الحرفيين على حساب الخاص. فأقمنا المعرض هذا السعودي، وكان تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية ونائب الأول لمجلس الوزراء، وحضر نيابة عن الشيخ ناصر المحمد وزير الديوان الأميري. وكان الحوش في الحوش الرئيسي اللي هو بين كل مندة ومندة كنا مسوين مثل ورشة، فكانت كل الحرف موجودة في الحوش. وغير كذي كان بعد عندنا كتب وتشكيلي، فن تشكيلي، وكان الأزياء في موجود. وكنا مصممين الدعوة بهالطريقة اللي هو اللي يسوي الحبال، والحبال هذه مع بعض، عرفتي، مرتبطة ارتباط قوي مع بعض، وطلعنا منها أعلام الخليج. جميل. عرفتي، فهذه أحسن تعبير إن إحنا مرتبطين مع بعض، إن كان ثقافيا، إن كان تراثيا، إن كان بيئيا، إن كان من كل شيء يعني إحنا. فهذا كنا إحنا مع السعودية، وهو شكر للسعودية على مواقفها الجليلة، يعني دائما مو بس وقت الاحتلال، في كل وقت صراحة يعني. فهذا عن السعودية. بعدين في سوينا الأمم المتحدة، يعني هذه صارت شكر للعالم ككل، عرفتي. فكان مسوي لهم هديتين، احنا مسوي لهم هدية اللي هو المجسم اللي انتم تشوفونه هني، اللي هذا خشب سنديان، والكرة الأرضية وكل بلدان العالم حوالين الكويت. الكويت اللي هي فوق، وتعبر عن الكويت كذلك العرفية، هذه النبتة الوطنية للكويت على فكرة العرفية. فكل غصن منها عن 10 سنين، فهي هني 5 غصون، فخمسين سنة. وهني الدول طبعا تعبر عن الدول، وتعبر عن البيئة الكويتية، لأن هذه موجودة طول السنة في الكويت. والدمار اللي حواليها اللي صار، لكن بفضل الله وبفضل الأمم المتحدة كل البلدان العالم الحمد لله اللي ساعدونا ووقفوا معنا. احنا في المجسم الأصلي هذا من النحاسة، ما في الورود، لأن تعرفين العرفية تطلع وردة صفرة، احنا ما فيها ورود لأنها مسكرة للحين، ما راح تنفتح إلا لما يرجع آخر أسير بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. فهذه كانت المجسم اللي أهدينا للأمم المتحدة. والهدية الثانية هي موسيقى سيمفونية فيها من الرثم الكويتي البحري، وفيها أغنية شكر، أغنية شكر للأمم المتحدة، وبنفس الوقت نطالب الأمم المتحدة أن يساعدوننا أن يرجعون أبنائنا. سلام. إي والله إن شاء الله يا رب. وبنفس الوقت فيها أغنية الأسير، فهذه كلها اللي مسويها اللي مؤلف الموسيقى هو طالب، اللي هو المدرس اللي عندنا هو طالب في المعهد الموسيقي قسم التأليف، وهو ابن الفنان الكبير غنام الديقان. فهو سوى هالموسيقى،
وكان في عازفين كويتيين مثل راشد حسين الكمان ومجموعة من الشباب الكويتيين الكويتي. نعم معهم في أجانب. فكانت الموسيقى هذه كانت جدا حلوة يعني، وكانت تحت رعاية وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء الدخيل ووزير التخطيط بنفس الوقت. فهذه مثلا سوينا هني اللي هو الدعوة وفيها الأسامي كلهم طبعا، وفيها حتى الموسيقى احنا كاتبينها النوتة اللي. فهذا عن الأمم المتحدة، وبعدين أعطونا شكر وعطونا هذا التعبير عن شكرهم. ويعني هذا كل اللي الحين سوينا، بس في المستقبل إن شاء الله في أشياء ثانية إن شاء الله راح تصير. أنا ودي أرجع حق المجسم. نعم. من فكرته كانت؟ فنانين. إحنا كل شغلنا مثل ما قلت. تيمورك. عمل جماعي. جماعي من لودان. يعني دائما لما نقعد كل أبونا ونفكر. فتعرفين وإحنا قاعدين كذي ممكن واحد يطلع في فكرة بعدين تبلور شوي 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 لما تطلع مثل ما. طلعت الحين لأن المجسم جميل جدا. وأنا سمعت الأغاني اللي موجودة على كاسة لودان. لودان جدا حلوة الأغاني، وأتمنى يعني الناس كلهم يسمعونها. والله إحنا شريط بعد نبيعه هنا في لودان يعني. فإن شاء الله هو حلو لأنه خليط صاير بين السيمفونية شيء كلاسيك يعني، وبين الرذم شوية الكويتي صحيح. الإيقاع الكويتي صحيح. فما أدري يعني أنا وايد عجبني، إن شاء الله يعجب الناس. أنا لاحظت يعني أنتوا غير حبكم أو يعني هدفكم وتوعية توعية الناس، أو يمكن إن شاء الله راح تذكر لنا عن تطلعاتكم المحافظة على البيئة وعلى الحرف اللي أنتوا قاعد تعطون دورات وقاعد تتعبون على أساس نتنمونها عند الناس. أنا أشوف أن عندكم حتى أهداف أكثر من كذي. يمكن الشكر اللي سويتوه مثلا حق المملكه العربيه السعوديه او حق الامم المتحده، يعني يمكن دخلتوا بغير الفنون بالسياسه، يمكن لعده ادوار هذا البيت. لا احنا ما ندخل في السياسه.
احنا نشكر الناس اللي وقفوا معنا بالفنون لان الفنون هي اللغه الراقيه بعيد عن السياسه ودوخه الراس. لا بس يعني مثل ما حضرتك ذكرتي اذكر في اجتماعي معك اللي قبل الحلقه ان الفنان هو السفير سفير الدوله. نعم صح. فانت يمكن يعني اديتوا رساله يمكن بعيد عن مثلا سفرائنا يعني و عن سياستنا أو سياسة الدولة، أنتوا سويتوها بصورة ثانية اللي هي يمكن الفن، وصلتوا الشكر لأنهم يعني وايد ساعدونا. شوفي لأن الثقافة والبيئة شيئين اللي الإنسان لازم يعتز فيهم. الفن يعني مثلا الموسيقى هي أحسن تعبير يفهمها كل إنسان إن كان أي لغة كانت، عرفتي؟ لأنه هو تعبير حس وإحساس بالموسيقى ما تحتاجين تكلمين فيه، يعني هذا عشان كذي إحنا سويناها موسيقية. الفنون دائما مثل ما قلت لك إن الفنان هو سفير لبلده، من نوعية الفن وعشان الناس تعرف إن عندنا إحنا فنون، إحنا مو بس بلد بترول وبفلوس وبس، لا احنا عندنا فنون وعندنا ثقافة. يعني ممكن كل شيء يروح ما عدا الفن والثقافة. صح. الفنون والثقافة والحرف هذا اللي تظل. فمن هالمنطلق احنا نبتدي في ان كان شكر ان كان تعبير عن حب ومودة للآخرين عن طريق الفنون والحرف. فيعني هذا أظن أن أحسن وسيلة للتعبير بدون أي طبعا كلام. بالإضافة للأشخاص اللي ذكرتيهم بالسابق اللي ساعدوك أو اللي كانوا معاك في بداية نشأة هذا البيت، هل في أحد أو في جهة حاولت أن تساعدكم تمولكم؟ إحنا مؤسسة غير هادفة للربح، واحنا ما ناخذ يعني تبرعات. لا ما ناخذ تبرعات، بس في قصه يعني تضحك شويه، مو تضحك بالعكس انا افتخر فيها. في سيده امريكيه جت وزارتنا هني، كبيره بالسن عمرها يمكن 65 سنه دي، لما رجعت بلدها بعثت لي مكتوب شكر على الإنجاز اللي صار وتم في بيت لوذان والتقدير اللي هي كانت جدا مقدرة بيت لوذان وفكرته فبعثت لي تشيك بمبلغ $70 وقعد يعني تتأسف ان هذا قد اللي تقدر تساهم فيه في بيت لوذان. فيعني هذه شفتي يجلس شلون الفن يكون سفير، يعني هذه لما تروح بلدها وتقول شافت صح بيت لوذان مثل بيت لوذان في اماكن ثانيه، بس من حسن حظنا ان هذه جت عندنا. صح. فيعني هذا سفير بالنسبه لنا احنا، هذا احنا صرنا مثل السفره حق الأجانب أو حق البلدان الثانية. أعتقد أنتم فخورين يعني لما تشوفوا في ناس برا يقدروكم. وبعدين إحنا بعد نكون فخورين إن كتبوا كتاب اللي هو كويت Arts and Architecture Collection of Essays، هذا يعني اختارونا هالكتاب من إن نكون جزء من المواضيع اللي موجودة في هالكتاب. فبعثوا لنا صندوق التنمية هم تشيك بمبلغ أظن 75 دينار، يعني مبلغ بس هو مو المبلغ كثر ما هو التقدير. صح. عرفتي هذا وايد مهم بالنسبة لنا إن الناس قاعد تقدر الجهد اللي قاعد نسويه كمجموعة بيت لوذان، لأن مثل ما تعرفين يعني الفنون ما هي ما هي أكل عيش مثل ما يقولون. صح. فيها خسارة أكثر ما فيها ربح، بس الربح معنوي ما هو. صح. مادي، وإحنا ما نترجى من تجاري أو ربح أبدا، إحنا مسوينا خدمة
للمجتمع فقط لا غير. ومشاركة أشارك في الناس بحبي للحرف والفنون. أنت بداية كلامك قلتي إن يمكن اللي خلاك تنشئين بيت لوذان هو حبك للعمل بإيدك والحرف اليدوية. الحين وأنت ماسكة هالبيت تروالي إن هي مسؤولية كبيرة، هل ما زلت تمارسين هالهواية؟ يا ريت، حاولت كذا مرة إني أبتدي أرجع، بس تعرفين ال ال الوضع الإداري صعب. فللأسف يعني كان ودي إني أترك الإدارة حق أي شخص تاني في وقت إني أستمتع في الأشياء اللي موجودة، إني أسوي خزف أو حلي أو هذا. فإن شاء الله مع الوقت لما هو يوقف على الريلة بروحه ويعرف يصير ماشي معروف ماشي كذي، أنا أقدر أروح أسوي أشارك. يعني تروالي الواحد قبل لا ان يعني يعلم الناس اللي برا، تروالي بديتي في اولادك، هل عندهم ميول؟ اي اولادي، عندي الولد يحب الحلي، يسوي صناعه الحلي. البنات يصممها ويصنعها ولا بس يصنعها؟ لا يصممها ويصنعها بعد. والبنات ثنتين يرسمون، وحده الخزف، تحب الخزف، دائما تشتغل بالخزف. اعتقد انت كنت تحبين الخزف. لا لا انا لا. لا الخزف صعب، ما هو سهل ترى، يعني خاصه الويل اللي هو الماكينه اللي تلف، الدولاب اللي اسمها دولاب، هذه جدا صعبه، فالواحد لازم يتقنها. بنتي تتقنها يعني زينه فيها. وإحنا عندنا على فكرة في الصيف نسوي مثل ما قلت لك المخيم الصيفي. إحنا الفكرة هذه المخيم الصيفي مثل إذا عشان أبسط لك إياها، في المتاحف في أوروبا، في برا يعني خارج، دائما يسوون كورسات صيفية حق الأطفال. فإحنا هذه الفكرة نفس نوع نفس الفكرة هذه متبنينها هنا في بيت لوذان، إن في الصيف نعلمهم نفس الأشياء ونعلمهم، هي تربوي في نفس الوقت وحرفي، يعني حتى نعلمهم الورق، شلون يصنعون الورق مرة ثانية، شلون يستفيدون من الورق، ننمي فيهم البيئة. عرفت المحافظة على البيئة هذا شيء مهم جدا، لأن ايش اللي نقدر نخليه حق عيالنا من بعدنا غير الثقافة والفنون والبيئة الصالحة؟ يعني إن كان يعني لازم نخلي لهم بيئة صالحة عشان يقدرون يكملون من ورانا. فالبيئة شيء مهم جدا، لازم نحافظ عليها للبقاء، يعني صح. البقاء الأجيال القادمة، وإحنا محتاجين هذا الشيء طوالي يمكن في الوطن العربي ككل، إن وايد نفتقد المحافظة على البيئة واللي موجود يمكن في الدول برا اللي هو الريسايكلينج وإعادة تصنيع الورق البلاستيك. إن الواحد يعني أعلم شيء إنك لما تمشين تلاقين، خلي إن الناس دائما تقط الأشياء، هذا بعد يعور القلب أكثر. عرفتي بعد البلاستيك اللي قطونه، الشواطئ الوسخة اللي عندنا للأسف، يعني وأنا ذاك اليوم أشوف في الجريدة البلدية الكويت قاعد تسوي حملة، يعني وهذا وايد شيء زين ممتاز. يا ريت إن شواطئنا تصير جميلة وحلوة ونظيفة، بيئتنا صالحة تصير. طبعا ان شاء الله هو بجهودك انت وبجهود الناس اللي عندهم هالافكار هذه، ويدون يوعون الناس اللي حواليهم. اتوقع ان شاء الله احنا راح تويه لازم تصير الصغار اهم شيء، تمسكين الحين الصغار، المدارس اهم شيء، مدارس والبيت طبعا. صح، وكمنشأ الواحد ترى اللي هو اساس التربيه، ان نربيهم من هم صغار، ان ديروا بالكم لا تقطون لا تسوون. صح صحيح. يمكن هذا السؤال شوي متأخر، بس أنا كان ودي أعرف إنه هو متى أنشئ بيت لوذان؟ يعني صار لكم الحين كم سنة قاعد تشتغلون في نفس ال؟ من 93 ابتدينا يعني كعمل، يعني كعمل.
ابتدينا في أول معرض كان عندنا لل الأزياء الكويتية. هنا من الأشياء اللي إحنا نحافظ عليها يعني الأزياء الكويتية الدرارية والثواب، فصار عندنا كذا معرض حق الأزياء الكويتية. ومن هنا ابتدينا، هذا كان أول معرض لنا. وبعدين إحنا عندنا هم محافظة على الفنون، أنا نسيت لا أذكرها، الموسيقى. نسوي كل شهر نسوي كونسرت، حفلة موسيقية لمدة ساعتين، فيها عبد الوهاب الراشد لعتيج، اللي اسمه عتيج، هو للفنون الكويتية. فإحنا نفس الوقت نعلم الشباب أغانيهم عشان ما ينسونهم. صح. فكل عندنا كل شهر هالحفلة الموسيقية اللي هي بس فنون يعني شعبية، وتكون شان الدعوة الموسيقى الحضور للجميع، وبطاقات يعني عرفتي، أو مو بطاقات اللي نسميها تذاكر. وهل الحضور كبير للحفلات؟ والله لا بأس. نعم. أول حفلة إذا تسمحوا لي أذكرها، أنا كنت قايلة حق عبد الوهاب راشد إن أول ما يبتدي القناية قبل لا يبتديها لازم يقول شنو هي، ليش، شنو اسم نوع الفن هذا. فبعدين هو قال لي أنت تقولين لي هالشكل، أنا أول ما ابتديت الناس كلهم قالوا ندري نعرف بس أنت كمل. شوف يعني شلون عندهم، بس كانوا طبعا أكثرهم كبار بالسن ففاهمين معنى السامري والفنون واللعبون. أنا ما أعرف بس طلعاتك في المستقبل شنو ودك تسوين، أو يمكن أشياء تطمحين لها؟ إنه يكون يعني أتمنى أني وصلت المعلومة اللي أنا أبي أوصلها للجميع، وأن يظل الحرف الظل موجودة وعلى طول ماشية وفيها يعني استمرارية، بيئة أفضل إن شاء الله. في عندي أنا قاعد أحاول الحين نسوي مسرحيات بس متصلة في التوعية في نفس الوقت، مسرحيات، حفلات موسيقية في المستقبل هذا إن شاء الله، وفي فيلم، أفلام عن التراث، عن بيت لوذان، وإن شاء الله عن البيئة. نحاول جاهدين أن نكون يعني نشارك كبيت لوذان، لأن مثل ما قلنا إحنا أهدافنا بعد خدمة مجتمع يعني، فاللي نقدر نساعده مع الجهات اللي جهات البيئة اللي تحافظ على البيئة، إحنا مستعدين يعني في كل شيء مقدمة اللي نقدر عليه نقدمة. بالنهاية أود أن أشكرك جزيلا شيخة أمل، وإن شاء الله نلقاك في حلقات ثانية، وإن شاء الله يكون في أشياء ثانية أنت أنجزتيها في بيت لوذان، وإن شاء الله تحقق لك كل طموحاتك أنت والكويتيين والعرب عموما اللي من أمثالك. الله يخليك، شكرا جزيلا. عزيزاتي أعزائي، أرجو أن تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقة مع لؤلؤة من لآلئ الخليج، وهي الشيخة أمل صباح السالم الصباح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.